السلام عليكم خوتي المتابعين، بخير ام هانيه الصحه لاباس الحمد لله. اليوم 9/9/2022 كنت واجد في السوق الساعه الجمعه ديال قيسار. مرحبا بكم معنا. فرقهم الله يحفظكم. تبارك الله عليك. هاد السلعه بلجيكيه باعها عبد المنعم الصديق ديالك. الثمن 700 قل 10 690 3 المليون و 90 الف. زيد هذا المنعم 345 باش تبيع. كاين الثمن اليوم، كاين الثمن كاين الثمن والسلعة قليلة كما سمعتو. الله يسخرها على المنعم باش تسير. الله يسهل عليك. مازالين واحد جوج شادهم الدر الاخر ان شاء الله نمشي باش نحاول نعطيوكم حتى هما الثمنه ديالهم. الله يسخر. نعطيهم بالدرهم 690 يعني 690 يعني 34500 34500 وهذا 345 يعني 17250. هادشي اللي كاين. الله يسخر وتبارك الله عليكم. الله يسهل لك عبد المنعم. تبارك الله ما شاء الله. بلجيكيين حتى هما ملاح. الثمن عبد المنعم هذا شعاطين 800 كنقولوا فيه 303 تقولوا فيه 303 متبتين شي حاجه ولا لا؟ عاطينا دابا 20 فيما بغيناش نبيعو به. عطينا من هنا دابا 20 بغيناش نبيعو به. ها؟ هذاك الوقت ما خاطرش. ياك؟ خير خير اسي صاحبي. والله شحال عطاو؟ عطاونا فيه طنطال بغينا فيه 40 عطاونا 3. واللي من لهيه؟ لا عطاونا فيه 10 قرينين 16. 310 قال لهم 316. الله يسخر دابا تبيع ان شاء الله. مازال ما خطرش. مرحبا بكم المتتبعين ديالنا. الله يحفظكم ونهاركم مبروك. الله يسخر الجامع. الله يسهل على الدراري معاهم بعدا. هو ابو عز صافي يا سيدي تبارك الله. سيدي تبارك الله. 110 15 و500 هذا 16500 اللي كاين. كاري كاع والله يسخر. الله يسخر سمير تبارك الله عليك. تبارك الله. تبارك الله ما شاء الله. مازال الاخوان في العجل كسابي هنا في سوق قيسر مع الصديق ديالنا كبير تبعده مزيان. الله يحفظك بارك الله فيك. شكرا. الحمد لله. اي سلام. بالنسبه للثمن اليوم قالوا لي كاين الثمن سلعه قليله بريق. هادشي اللي كاين. والثلاثه شعاطين خويا كنطلبوا فيهم 36 مليون و 36 الواحد. مليون و 36 11800. 10000 كيطلبوا فيهم 11800. اللي متبتين معاه اللي مزقين معاه 26 مليون و 26 اللي عاطين 11300. بلجيكيين زينين تاهم. الله يسخر. والله يسهل عليكم الدراري. الله يسهل عليكم. تبارك الله. انا فين 50 ياك؟ انا فين 50. الله يسهل عليكم. الله يسهل. ان شاء الله يبيعون بالرباح الخوص. سوي باش نبيعو ولا جد؟ ما كاينش مشكل. خايب. مولاتي طفي مليون و10. قال لي شد عيا انا وياها بينو. والله يسخر.
عاطينك شي حاجه ولا لا اللي عاطي 190 9500 اللي عاطينه وانت يقول لي هضر بالدرهم مرحبا بكم كيت ثمن اخوت كيت ثمن والله يسخن تبارك الله ان شاء الله اخوان عزل شاروري باقي يرضع عيال جوزي يرضع عيال شنو نتبتين معاك هاد الصباح فين شنو عاطينو و انت باش قاطع؟ عطوني فيه 186 انا قلت لي مانيو 186 9300 و انت قلت لي 10000 درهم و مشري قول 84 عطوني 100 درهم في يدك و ما سالكش مشري هو شاري من هنا النيت؟ لا شاري من صوت السبت 184 صوت السبت هذا كاين الثمن اخويا كاين الثمن سو كاين فيه الثمن هذوك تا هما تابعين لك ولا لا؟ تا هما تابعين لي مليون و 90 هذوك مشريات غير هنا مليون و 90 باش مشريات عطانا المشرى كاع زينة سيسول علي من ضوء ما يسروا بي خلوا لكم رقم تيري ياه باش خلي لكم رقم التليفون اللي بغى ما عندوش حاجه راه كيعطي باق صافي ها حنا خليكم رقم التليفون ديالو اللي بغى شي حاجه يتصل بيه النمره 06 26 20 61 19 26 الله يسخر خير صالح الله يسخر الله يسخر شوفوا مصالح يعطينا اثمنه راه كيبيع 20 ناخذ لكم اثمنه ونمشيو اخوان باش نحاول نعطيكم شويه في البقره والله يسخن واحد تاعها واش غنقول زيدنا شنو عليا عرفنا بالله ما ندير ما كاين ما ندير نقص دابا هذا كدا نداوي معاك دجال طاليا الله يسخر نخطو اسمينا ونمشيو باش خلاو بيع شراء اخوان الله يسخر جوج و عشرة في الجوج حنا مليون و خمسة في الواحد هذا 165 اللي تيقولوا هذا 195 8000 250 هذاك 9800 هادشي اللي كيقول الاثمنه اللي تيقول هو واش عاطينا شي حاجه ما والله يسخر يسخر بلجيكي طالياني يا سي محمد السوق كانوا يا غالي السلعه قليله السلعه قليله والسوق زيك كاع
الكريس كاين الثمن انا كاين كاين راه كاين. عطينا البلجيكي نبداو بالثمن تاع البلجيكي. مليون و 66 مليون و 66 13300 13300 درهم. الطالياني السي محمد هذا يكون مليون و 56 مليون و 56 دور مليون شدعي دور مليح 12800 دور دور نمشي عنده نشد البلجيكي نعطيه حقه ونمشي على الله يسخر عازي تورينا طغاني ولا لا مني ها ان شاء الله فاش يكبر هذا راه يجي طويل وعام الله يسخره شي كنهضروا مفاره مليح ديال الله يسخر السي محمد نجبلي التيسير الله يسهلك السي محمد الله يجبلي التيسير تبيعوا مرباح ان شاء الله الله يسخر وتا داك الكلب كاشير يا بو تبارك الله ما شاء الله الطالياني وداك البلجيكي عبد البلجيكي الصغير وداك الشاروني الشاروني داك الباقي رضع داك الشاروني على الحليب ديال الحليب بدا بدا مع الصغير مع الصغير الصغير اخويا 146 146 7300 بلجيكي بلجيكي اخويا عبد الغني 32 11500 عاوتاني الطالياني بحال ولا على الاقل مليون بلجيكي مليون و 30 اللي سيبوا الله يسخر السي محمد الله يسهل الفيار ان شاء الله ربي يجيب لي الشاري الله يجيب لي الشاري سلمي على الوالد كانش تقدر تبارك الله ما شاء الله هذه ضروبه سنة الحليب والده عجله هي عجله واش عطاوك الميلودي مليون و 60 عطاوك مليون و 60 ولا باغي فيها؟ عطاو مليون و 60 وشحال قاطعة الميلودي انت؟ قال مليون و 80 مليون و 80 ما كايناش ضربة مزيان الله يسهل على مولاه بالنسبة للناس اللي كيطالبونا بالبقر العادي انا معاكم نحاول اليوم نعطيكم بقرات عادية ان شاء الله الله يسخر ميلودي الله يجيب لي التيس نخلو لكم رقم التليفون تاع الميلودي باش اللي بغاه يتواصل معاه مباشرة الميلودي 06 06 68 68 93 93 38 19 38 19 هذا قاعد دوال تاع شويه عليه شويه عليه شو عندك زيد زيد فرق الكاميرا هي شي سنا الحليب سنا الحليب والله يسخر الميلودي الله جبتي سير الله يسخر الله يسخر كده مزيان اه لا باش الحمد لله والله هانيه عجل عادي هذا اه ولا هو شطان مليح كدير السنة ثنية نبرك في الفم عندك لا كانت سهلة فرة ما كانت سهلة بلا ما تقرب لها عاقلة عاقلة ثنية صافي جوج سنان اش نعطوك؟ 340 340 اللي عطاه سير سير حرك نخلي لك النمرة ها؟ ياك اخويا يلا الله يسخر انتم الشوكرا حليب راه عادي نخليو النمره يلا
سير قول لنا 06 25 والدار عادي هذا 06 25 31 31 84 84 98 98 اي لا اول ولد ولد راه وهي هي الله يسخر لك الدار تبارك الله ما شاء الله كي دايره في سنة عجله بلديه بنتها كروازيه السن على الاولى جامع الاولى حليم موجود دايز عندك ولا يلاه اليوم شاري لا دايز عندنا في الدار حليم موجود وسهاله كلشي الثمن اللي مثبتين الثمن عطينا فيه 300000 البيع قاطعينه ب 30 300 قاطعنا ب 330 انت باغا تربح على العموم الله يسخر مازال عندك شي وحدين اخرين وقيلا كيكون عندك بقر لا بدا لا بدا من الرزق الساعة هادي الساعة كاين هادي تخلي لهم رقم 06 97 97 61 61 70 70 73 73 يا راه خوت وادا الى فيديو قادم ان شاء الله نحاولوا نكونوا قربنا لكم من البقرة الوالدة والعجولة والعجلة ديال السيخ هاكم مبروك الخوت اللي شاف فيديو عجبو يخلي الناس معاك واحد لايك شجعونا دعمونا تبارك الله عليكم الله يعاونكم.